ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ انا شوكت احمد. النهارده الفيديو هيكون تحدي حصل ولا ما حصلش. اكيد مش لوحدي، مع مريم صاحبتي. هاي. بالنسبه لانا ومريم مش مع بعض في المدرسه، فتحدي حصل ولا ما حصلش هيكون يعني تحدي مناسب بالنسبه لنا، لانه ما نعرفش حاجات كتير عن بعض ولا هتعرف حاجات كتير عني. يعني لو انتوا ما كنتوش مشتركين في القناه، مستنيين ايه؟ في زرار احمر تحت الفيديو مكتوب عليه سبسكرايب او اشترك بالعربي، دوس عليه وجنبه هتلاقوا فيه جرس. الجرس ده مهم جدا ان انتوا تدوسوا عليه علشان يوصلكم كل جديد، وكمان تعملوا لايك للفيديو ده وتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، اللينكات هتكون تحت في صندوق الوصف. وخلينا نبدا. ماما هي اللي هتقرا اللي حصل ولا ما حصلش. طبعا انا قلت لكم على انستغرام والفيسبوك تكتبوا لي حصل ولا ما حصلش، وانتوا كتبتوا لي، فاخترنا منهم. ماما هي اللي هتقرا عشان انا ومريم. سارة اسلام بتقول عمرك ضربتي جرس جيرانك وهربتي؟ فايدك شويه يا مريم. ما كانوش جيراني قوي، ودست كنت رايحه لواحده صاحبتي ودست على جرس غلط ورحت جريتي. اسراء محمد بتقول كنت بتتصلي على ناس وتشتغليهم على انك مثلا شركه او حاجه وكنت بتقفلي السكه؟ ايه ده بجد؟ لا انا عملتها مره واحده، وعملت كان مقلب اصلا وعملته على القناه اصلا، يعني كان مقلب عملته في خلفي والله، وقلت لها فعلا كنت عامله كاني شركه وكده. والله لو ما شفتوهوش روحوا شوفوه، حاطه لكم فيه كده زي حرف اي هنا او هنا، هتلاقوه دوسوا عليه عشان تبقوا تتفرجوا على الفيديو. هاجر ياسر بتقول وقعتي في الشارع وصحابك ضحكوا عليكي؟ هو انا وقعت بس مش ما كانش في صحابي. ايوه انا وقعت بس برضه ما كانش في صحابي، يعني انا وهي نفس النظام. فايده اكرم، عمرك سافرتي بره مصر ورحتي فين؟ السعوديه. بس رحت فين في السعوديه؟ رحت عملت عمره. وانت كنت فين؟ لا انا رحت الدمام والرياض وجده. انا رحت جده طبعا، رحت جده ومكه والمدينه طبعا. طيب رفايده اكرم برضو بتقول جالك ايفون قبل كده؟ بس معها ايفون 5 خلاص انقرض يعني. هو كان جاي لاخويا. هو كان جاي لاخويا الكبير هديه ثانويه عامه، بس انا خدته. جنى بتقول عمرك قصيتي شعرك وانت صغيره من ورا مامتك؟ هو مش انا اللي قصيته، هو ابن خالتي خدعني. يا بنتي ابن خالتي خدعني، كنت انا صغيره قوي وكان عندي 3 سنين يمكن ولا 4، وقال لي تعالي نلعب في الاوضه، وراح واخدني الاوضه وراح ماسك المقص، وراح كان عندي قصه جميله قوي راح قصصها يا بنتي لحد هنا، عارفه اللي هو حته الطايره دي كده، وقال لي ايه ده الله شكلك حلو قوي. قلت له ايه ده بجد؟ وخدت بكلامه وافتكرت بقى ان انا شكلي حلو قوي. قال لي يلا بقى نطلع نوري ماما. قلت له ماشي يلا. ماما ايه رايك؟ راحت قالت لي جيت والله العظيم، وقعدوا يزعقوا له ساعتها، فمش انا اللي قصيت يعني، بس هو قص لي من ورا ماما. انا سوسو بتقول عملتي اكله بايظه ومامتك زعقت لك؟ هو ما زعقتش ولا انا ما زعقتش، بس انا عملت اكله بايظه كتير. انا عملت رز اصلا، فاكره ماما ما عملت رز محروق، وانت ساعتها رحتي جايه والله عملته محروق وما كانش فيه حاجه غيره في البيت ولازم ناكله، يعني احنا مضطرين ان احنا ناكله، وكان محروق. وانت بقى ايه قعدتي اكلتي اللي هو مش عايزه تزعقيني وفي نفس الوقت عايزه تجامليني وبرضه عايزه اللي هو كده يعني، بعدين كلتيه وبعدين رحت بصلي كده تاني. برافو يا حبيبتي، بس انت مش شايفه ان هو محروق شويه يعني؟ انا اللي هو كده، بس اضطرينا ناكله يعني. ياسمين اخدت استدعاء ولي امر قبل كده؟ بذمتك في حاجه زي كده ما تفتكرش، ما تفتكريهاش اسهل. حفصه احمد ضيعتي موبايلك قبل كده؟ ضيعته. وفضلنا كنت قاعده بعيط عليه ومش لاقيه وما اعرفش ايه، وقعدنا نتصل بالرقم لحد ما لقينا حد. على فكره كانوا هياخدوه ومش هيجيبوه، والله اللي هو خده ده كان هياخده ومش هيجيبه، وقعدنا نتصل كتير من ارقام كتير قوي، وقعدنا نكلمه مش عارف ايه. قالوا ايه طيب ماشي، بس احنا لقينا الموبايل وقع ومش عارف ايه، طب تعالوا قابلونا عشان تدوه لنا ما اعرفش ايه وكده. لا انا وقعت في لعبه، انا عارفه وندرلاند. كنت راكبه اللعبه بتاعت المركب ديت، اوف طار من جيبي هو والمحفظه. طار من مشكلة المحفظة لقوها وهي فيها 6 جنيه. مالهاش الموبايل؟ لا اوف سبحان الله، يعني لا المحفظة هي اصلا 6 جنيه. 6 جنيه. نور احمد بتقولك عمرك جري وراكي كلب؟ اما بتضحكيش عشان انت عارفة ايه اللي حصل. بس هو بيلعب معايا، انا عندي كلاب عندنا في قدام العمارة وكده، وهي يعني
صاحبان. لا احكي لكم موقف. كنت مره ساكنين مره في بيت جديد فانا مش متعوده، يعني طلع ان الكلب ده مصاحب كل الجيران يعني، بس انا ما كنتش عارف ده. ونازله مره صبح بدري في المدرسه يعني وكده، والباص جالي بس كان جاي لجيراننا برده معايا في المدرسه، فاللي هو من هنا مثلا لحد اخر الشارع هنا، فانا نازله له عشان امشي عشان رايحه له يعني. وفجاه اللي احس ان في حاجه ماشيه ورايا، ولا ويا بنتي مفيش مسافه ما بيني وما بينه، ده لازق فيا كده خلاص، عارفه اللي هو ايه، بصيت كده ورايا. طب اعمل ايه؟ اجري ولا اقف ولا اقعد اجيب طوبه؟ مش هينفع، عارفه اللي هو. طب اعمل ايه؟ انت لو جريت اجري ورايا. انا جريت وراح جري ورايا، وما كانش في حد ماشي في الشارع غير كلهم طلبه بقى مدارس وكده. وبعدين لقيتهم كلهم قعدوا يبصوا عليا كده ويضحكوا. طب انتوا بدل ما تضحكوا تعالوا يشوفوا يعني، عارفه ساعدوني. فاهمه والله العظيم. وحركت وقعدت اصوت واصوت ولا ايه، اجري وابص الاقيه بيجري ورايا، وصوت لحد ما زهق مني وراح بطأ جريته وراح وقف اصلا وبس. وقعد الناس كلها تضحك عليا. ريتاج رمضان بتقول: سرقتي حاجه من مامتك قبل كده؟ مريم، حصل ولا ما حصلش؟ عمرك قلتي الولد بحبك؟ احنا مش بتاع الكلام ده. دعاء يحيى بتقول: حصل ولا ما حصلش؟ اشتغلتي حد من اكاونت وهمي او على صراحه؟ انا كنت واحده من بنتي على حد كان بيتكلم، فاحنا كنا بنقعد نلعب يعني. حصل بس الاكاونت مش وهمي يعني. حصل بس الاكاونت مش صراحه. قالت على صراحه يعني حصل. كنت بشارك بس. دعاء يحيى بتقول: عمرك سقطتي في ماده في اي سنه وامتحنتيها دور تاني؟ طيب يارا هشام بتقول: اتخانقتي مع بنت وضربتيها قبل كده؟ احنا بنتخانق بس يعني، ممكن لو اتخانقنا اصلا مش بحب اتخانق، بس لو اتخانقنا بنبقى بالكلام يعني، مشدد بالكلام بس. كنزي حسين بتقول: لعبتي كرة قدم؟ على فكرة عندي اخين ولاد، مش هقول اكتر من كده. لا انا كنت على فكره، انا واصحابي يعني جيراني البنات وكده كنا بننزل لما بنيجي نلعب، كنا عادي ممكن بالنسبه لنا ان احنا نلعب كره قدم، ما عندناش مشكله، بس كنا صغيرين. واصلا اليومين دول عادي كره القدم بالنسبه للبنات انتشرت يعني اليومين دول، فما فيش مشكله يعني. احمد بتقول: عمرك هربتي من درس؟ اصلا ماما بتوصلني لحد الباب، بهرب ازاي؟ بدل ما نفس الحاجه. انا اصلا مش بتاعه الكلام ده. كريستال بابليون بتقول: حصل لك موقف محرج؟ ما تهديش. ارفعي شويه مريم. كان في اندومي وقع على الارض وكنت ماشيه فاتزحلقت فخدتها على وشي. المدرسه كلها كانت بتشاور. انا قبل كده ولسه الموقف ده قريب، رايحه الدرس وكان في ركبت مواصلات في العربيه، الراجل يعني في حديد كده في العربيه، والعربيه كانت مليانه ومش عارفين نعمل ايه، فاضطريت ان انا اقعد ويعني اقعد اي حاجه لحد ما حد ينزل، كان في ناس نازلين قدام، فاضطريت ان انا اقعد اي حاجه، وقعد اي حاجه ومش عارفه اقعد في الكرسي، وانا يعني عايزه انزل عشان الناس ينزلوا كمان، فانا جايه بنزل، ففي الكرسي اللي قدامي كان في حديده، رحت وانا بقى نازله راحت عورت الحديده خدت رجلي كده وخدت يعني ايه، خدت قطعت البنطلون ازاي من ركبتي كده اخر، وانا اتعورت تعويره جامده. وبعدين المشكله ركبتي بانت وانا محجبه وما ينفعش، عارفه اللي هو كسوف برده، ان انا محجبه ما ينفعش يعني ركبتي تبان. كنت مثلا لو انا مش حجبه كنت اقول ستايل البنطلونات المقطعه لحد ما اروح واتصرف في الموقف ده يعني، لكن انا محجبه فما ينفعش. كان موقف محرج قوي. جوجو عمر بتقول: نسيتي سؤال في امتحان قبل كده؟ اكيد. ده احنا اكتر ناس تنسى اصلا. بس بقلفها. لا ممكن برضو انساه يعني، اصلا في امتحان ما اشوفوش، قصدي سؤال ما اشوفوش اصلا وانزل، او سؤال مثلا اقول احله في الاخر وانساه وانزل. جوجو محمد بتقول: كسرتي حاجه قبل كده وما قلتيش لمامتك علي او لحد؟ النص. اصل انا حصل بس انا قلت. لا انا قلت، هو انا حصل بس انا رحت قلت، مش هي اللي اكتشفت بحبها يعني. انت دايما لما بكسر حاجه بروح لماما اقول لها ايه، ماما فاكره مثلا المج اللي ما اعرفش كان عامل ازاي، فاكره الله يرحمه. الله يرحمه. خلاص وقعت وكسرته. برضو جوجو محمد بتقول: عمرك اتصلتي على حد ما تعرفيهوش؟ كان طلبت نمره غلط. وانا طلبت نمره غلط. انتوا مره كنت ماسكه التليفون
كنت قاعده بقول ايه اضرب ارقام كده يعني بالصدفه، ما عارفه ان هي اصلا الارقام دي يعني مش حقيقيه، انا في دماغي ان انا بضرب ارقام بعدد كبير فاللي هو مش هيتصل بحد فاهمه، هيديني غير موجود بالخدمه او اي حاجه زي كده. طلبت الرقم وراح فجاه اداني جرس، ويا دوبك ما لحقتش بس ان انا هبلسك ولقيت حد بيرد الو الو، عارفه اللي هو بقى انا وقفت كده مش عارفه اعمل ايه متجمده، رحت قافله بسرعه قلت مش هعملها تاني. طب انت عملتي ايه؟ رقم رقم غلط. حنين محمد بتقول لي عمر مامتك ضربتك بالشبشب قبل كده؟ بتضحك. بس انا اصلا ماما مش متابعه معايا سياسه الضرب يعني، هي بس انا بستفزها قوي في بعض احيان صح ماما، فبتضطر اسفه ان هي ماسكه الشبشب بتنام يعني، يعني اتكررت 3-4 مرات كده يعني. متخيل بس انا عصبتها جامد، هي ما بتضربش الشبشب قوي بس عصبتها جامد فمسكت. ايوه اوف. وانا برضو على فكره كنت بذاكر قبل كده وبرضو في مواقف تانية كنت بستفزها بره يعني المذاكره. بس ايه ده خلصوا؟ عملنا الفيديو؟ بس حصل. طلع ان في حاجات مشتركه كتير ما بيننا، معظمها مصايف، معظمها مصايف فعلا. بس انا استمتعت جدا بالفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، خلينا نوصل الفيديو ده ل 7000 لايك. نوصل كام؟ 7000 لايك. 7000 لايك. لو انتوا ما كنتوش مشتركين في القناه مستنيين ايه؟ في زرار احمر تحت الفيديو مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك بالعربي، دوسوا عليه وتفعلوا الجرس، الجرس ده مهم جدا تدوسوا عليه عشان يوصل لكم كل جديد. تابعوني بقى على كل مواقع التواصل الاجتماعي، اسمي هتكون على الشاشه في وش مريم فوق مريم كده بالظبط، واللينكات هتكون تحت في صندوق الوصف. وبس انا بحبكم جدا جدا جدا. مع السلامه.